السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل اللي ما يعرفش حتى البوشنيخة، حنا الحمد لله في الإقليم ديال تاونات كاينة هاد البوشنيخة اللي فيها منافع كبيرة، هي البوشنيخة الإخوان، هي منورة كما كتشوفوشو كما كتكون، تبارك الله ما شاء الله. ديال البوشنيخ كل اللي ما يعرفهاش، تحية للناس ديال اللي عندهم علاقة بالعروبية والبلاد، عارفينها خلاص، نوصلوا على الناس اللي ما عارفينش شنو هي البوشنيخة وكيفاش كيشريوها في المدينة بدرهم بدرهم، ولكن ما كيعرفوش البوشنيخة. هذه هي البوشنيخة، انا نوريكم، هذه هي اللي كنشريوها احنا بدرهم، كتكون شتا هي باقا خضراء، كتسد بحال ما هكا، كتسد بحال ما هكا، وكتكرم، اللي كتكرم كطيب كتسد. ايوا هادي هي الزريعة ديالها، هي صغيرة هنايا كتفرك كتمشي. ايوا كنشريو حنا هادو باش كنستعملو هاد العشيبات هادو، هاو باش كنستعملو هاد العشيبات هاد، وما شاء الله على ريحة فيها، ريحتها طيبة، الريحة ديالها طيبة وزكية، ريحة جميلة. هي البشنيخة كنسميوها حنا البشنيخة في الإقليم ديال تاونات، معروفة بهذا الاسم هذا في كثير من المناطق، ومناطق أخرى كل واحد باش كيسميها. بالنسبة لينا حنايا هذه الاسم اللي معروفة به عندنا هنايا، وهذه هي البشنيخة اللي كتستعمل في التنقية ديال الأسنان، وفيها منافع كبيرة، تل كيبخروا بها، الرائحة ديالها طيبة. هادشي اللي كنعرفو عليها حنا هنايا. هذا مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.